صباح الأول من آيار في عطلة عيد العمال لم يخرج أحد للعمل غيرهم، إذ يواصل عمال البناء والحفر والتحميل والسباكون وغيرهم أعمالهم اليومية بحثا عن لقمة عيشهم التي بات الحصول عليها هو العيد الحقيقي لهذه الشريحة. إنها صبيحة اليوم الأول من آيار هنا في العاصمة بغداد. يباشر جلال عمله من أجل كسب قوت العيش في يوم أريد له أن يكون عيدا عالميا للعمال، وهي ربما إحدى المفارقات الغريبة في البلاد. عيد وتعطيل لموظفي الدولة قاطبة باستثناء المعنيين بهذه المناسبة. احنا لا قعدنا بهذا اليوم، احنا العيد ما راح يفيدنا في هذا الشيء، لا قعدنا بهذا اليوم لأن احنا انحصرت أوضاعنا، ما نقدر راح نستفاد شيء. اولا جهالنا تريد من يمنا تشتغل منا تاخذها علاقه منا، لا اليوم انا ما اشتغلت العلاقه منا راح تجي، فينتظرون العيد مالتنا، فهاي مشكله. عاملون تقدر اعدادهم بحدود 9 ملايين عامل، يشكلون ما نسبته 84% من اجمالي القوى العامله. تغيب أمامهم أغلب الحقوق والضمانات التي يجب أن يتمتعوا بها العمال. إذا تؤشر النقابة العمالية جملة ملاحظات على التشريعات التي تحتاجها هذه الشريحة. عندنا قانون الانتقال والضمان الاجتماعي، عندنا عليه كثير من الاعتراضات وقدمناها للمجلس الدولة وقدمناها لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقدمناها لمجلس النواب. عندنا اعتراضات كثيرة على الضمان الصحي مثل ما قلت. أما قانون العمل فضمن الكثير من حقوق الطبقة العاملة العراقية، ولكن عندنا بعض الملاحظات عليه. وعلى طرف آخر ليس ببعيد ينخرط في هذه المجالات حتى من أكملوا دراساتهم الجامعية، كونهم اصطدموا بانعدام فرص التعيين. فيزاول محمود مهنة نجارة قوالب البناء بعد 5 أعوام من إكماله دراسة التصميم المعماري. أول شيء الحمد لله والشكر أن أنا لاقي شغل، يعني ممشي أمور اليومية بي الحمد لله والشكر، لكن هي تحس بداخلك أنه أنت درست وتعبت وسهرت وطلعت الصبح وراحتها تالي ما تلقى تعيين ولا خلص. أي إعدادية ثم دخلت التصميم المعماري، جامعة التصميم المعماري. ولم يعد مجال العمالة حكرا على الرجال فحسب، بل أخذت بعض النسوة على الانخراط أيضا في سوق العمل نتيجة الحاجة الاقتصادية. مجبرون غير مخيرين للعمل في أي الظروف وأقساها، عمال العراق وفي عيدهم العالمي يزاولون أصعب المهن الشاقة من أجل كسب قوت العيش. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد.